منجيب سنارة كبيرة وبنرميها بوسط البحيرة. عبد الرحمن امسك لي السنارة خليها نسحب هالسمكة بسم الله ما شاء الله. وبهيك صار عندنا سمكتين تازة يا غوالي، جهزناهن ونظفناهن. وبسكينتك الحدة يا غالي بتسمي بالله وبتشرح لي اياها من الجوانب. وبعد ما شرحنا سمكات يا غوالي هلا صار الوقت انشان نجيب زبدية ونحط فيها عصرة منيحة من التوم، وبدي كتر شوي من زيت الزيتون الظريف، وبنعصر عليهم عصرة منيحة من الليمون. وبالنسبة للبهارات اول شيء بدي فلفلهم بالفلفل الاسود، وبنزل فوقهم شوي صغير من البابريكا المدخنة، واهم شيء انه ما ننسى نملح مو مشان شي مشان صحتك يا غالي. وبما انه نحن بالطبيعة فبدك تستخدم لي ايدك الكريمة يا غالي مشان تحرك لي هالمكونات مع بعض. وكل اللي علينا نعمله انه نتبل السمكات من برا ومن جوا يا غوالي. وبس تبلنا السمكات يا غوالي هلا كل اللي علينا نعمله انه نتركهم يرتاحوا شغلة 10 إلى 15 دقيقة. وعلى السريع بجيب بطاطا مقشرة وبقطعها لشرحات رقيقة، وبنجيب صينية الفرن يا غوالي وعليها ورقة زبدة، وهلا بنفرد البطاطا عليها، وبدي افرد عليهم شوية بصل مشرحين، وبدنا نحط لنا شوية صغيرة من الكرافس، وبضيف عليهم شوية قرون فلفل حدة، وبنرش عليهم رشة ملح الخفيف يا غوالي، ومنفلفلهم بالفلفل الاسود، ومنصف سمكاتنا المتبلين جوات الصينيه، وما ننسى نحط كم شرحه ليمون جوات بطن السمكه. وبتدعم لي حالك يا غالي بحبه استاكوزا مقسومه بالنص بهذا الشكل يا غوالي، ومنتبل الاستاكوزا بنفس التتبيله اللي تبلنا فيها السمك. وكل اللي علينا نعمله يا غوالي انه نجيب ورقه زبده نحطها بهذا الشكل ونغطيهم ونكتمهم كثير منيح بورق القصدير. وهلا كل اللي علينا نعمله يا غوالي ناخذ هي الصينيه على فرن محمي مسبقا على اعلى حراره شغال فوق وتحته مروحه، وبنحطها بالرف الوسطاني بتاخذ شغله النص ساعه. سؤال سريع يا غوالي، شو هي اشهر اكله سمك عندكم ببلدكم وشو نوعيه السمك اللي بتستخدموها فيها؟ بنجيب مقلايه وبنحطها على نار قويه، وبنحط كميه منيحه من زيت الزيتون، وبدي كميه منيحه من الزبده، وبدي احط كميه منيحه من الثوم المهروس، وبننزل عليهم الجمبري الظريف. طبعا يا غوالي مشان تاخذوا افضل نتيجه للجمبري لازم ينحط على نار قويه لمده دقيقه دقيقتين مو اكثر من هيك مشان يطلع عندكم بافضل نتيجه. واول شيء بنعمله لازم نملح مو مشان شيء مشان صحتنا يا غوالي، ومنفلفلهم بالفلفل الاسود ورشه بابريكا مدخنه، هي خطوه اختياريه، وبنرد بنعطيهم تقليبه سريعه، واخر شيء بنرش عليهم رشه شفت صغيره. وبهيك يا غوالي الصينيه طلعت عنا من الفرن، وهلا بنضيف عليهم حبات الجمبري اللي عملناهم. وبس فردنا حبات الجمبري هلا بنضيف عليهم شويه صغيره من الزعتر البري، وصار الوقت مشان نسقسق وننغنغ الصينيه بالكريمه الطبيعيه يا غوالي مو مشان شي مشان صحتنا. وبكل بساطه كل اللي علينا نعمله انه نرجعها على الفرن هي ومكشوفه لمده 10 دقائق. وبهيك يا غوالي بعد ما طلعناها من الفرن شوفوا على هالمنظر بسم الله ما شاء الله، هيك تكثف عنا قوام الكريمه والريحه عن جد يا سلام يا سلام. هلا صار وقت مشان نزينها بشويه شبت. وبهيك يا غوالي اكلتنا صارت جاهزه، قربوا لهون شوفوا على هالمنظر بسم الله ما شاء الله، وصلوا على النبي بعد ما زيناها بشويه ليمون هلا صار الوقت مشان ندوق. اول شيء بدنا نيجي لعند السمكة بسرعة، شوفوا شو شوفوا على هالمنظر يا عيني، الله الله الله، شايفين على هاللون الجميل. هلا بنقول بسم الله يا كريم ومندوق بسم الله. الله الله الله، فعلا يا غوالي السمك دايب دوبان ونكهته جدا خرافيه، هي حلاوه السمك لازم ما يتبهر زياده مشان تحسوا بطعمه السمكه. بس هلا عندي حبه جمبري هيك قشرتها وزبطتها، هلا بنيجي بنغمصها بهذا الصلصه الجميل يا عيني، الله الله الله، بنسقسق وبنغنغ يا غوالي. هلا بنقول بسم الله يا كريم ومندوق بسم الله.